السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعالوا بنا جميعا ندعو الله سبحانه لكي يرزقنا الرزق الحسن ولكي يتولانا بالعناية والرعاية كما وعدناكم. بغينا الدعاء نخليه دوما في ختام الحلقة. الدعاء الجماعي يكون أقرب إلى الإجابة ويكون أقرب للوصول إلى الرحمن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بواسع رحمته وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير وأهل الفضل وأهل الإصلاح. والكلمة الطيبة التي ينبغي أن نرددها في كل وقت وحين هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة رها كل واحد فينا كيسوى عند الله أسهم، وكلما قلت وكررت لا إله إلا الله سهمك عند الله تعالى يغلو ويصير أكثر تعظيما وتقديرا. فلنقل جميعا وعلى بركة الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا رب العالمين ببركة لا إله إلا الله نسألك أن تحفظنا وترعانا وتتولانا جميعا بالعناية والرعاية التامة. لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا يا ذا الجلال والإكرام شأننا، إنك على كل شيء قدير وإنك بالإجابة جدير. اللهم اجعل لنا في هذه الأيام دعوة لا ترد، ووهبنا فيها رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب خير خلقك فينا وحببنا إلى خير خلقك. اللهم من حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا. اللهم وأمنياتنا أعطينا، وبفضلك أغنينا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار احمينا، ومن شر كل حاسد اكفنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونعوذ بك يا مولانا من علم لا يدفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم واجعل أوسع رزقنا يا رب العالمين عند كبر سننا وانقطاع عمرنا. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نسألك اللهم أن تتقبل منا صيام 6 أيام من شوال، وأن تعيننا عليها وتبارك لنا فيها. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تقينا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر، ونعوذ بك من القلة، ونعوذ بك من الذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا فارج الهم
ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم كل من كان في قلبه حاجة فعجل له بالفرج يا ربي. كل من كان في قلبه حاجة أنت تعلمها في قلبه أو في نفسه أو ضميره عجل لنا ولهم بالفرج. اللهم عجل لنا ولهم بالفرج. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم آمين يا رب. وهناك ملتمس أيها الأحبة الكرام، أختنا لالا رشيدة السلمي هي من الدار البيضاء، بعثت لنا برسالة مكتوبة وتلتمس في هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل لعله دعت إجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، إنها تلتمس منكم جميعا أن تؤمنوا على دعوتها بأن يرزقها الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة. أختنا رشيدة السلمي تزوجت منذ سنين وتنتظر الإنجاب وطرقت أبواب الأطباء والصيادلة والمعالجين، ولكن لم تجد لحد الساعة أي سبيل، وأملها في الله سبحانه وتعالى الوهاب الكريم المتعال. وأنتم في دعواتكم وتأمينكم، فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، دعوناك في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة الجمعة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل لعله ساعة إجابة. ويتابعنا الآن هؤلاء الأحبة الكرام، هم بالآلاف وربما بالملايين داخل الوطن وخارجه، وكلهم من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح والفلاح. نرفع أكف الضراعة إليك أختنا رشيدة، اللهم بشرها بحمل قريب. يا وهاب يا وهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا. اللهم يا وهاب بشر أختنا رشيدة بحمل قريب. اللهم كما رزقت إبراهيم على هرم، وكما رزقت زكريا على كبر، وكما رزقت مريم بدون أب، وكما خلقت آدم بلا أب ولا أم. اللهم إن أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. أختنا رشيدة وزوجها، اللهم بشرهم يا رب بفرح وسرور بحمل قريب. ارزقهم يا رب ذرية طيبة مباركة، ذرية كاملة في أوصافها وفي صفاتها، وتكون زيادة خير في الإسلام. اللهم يا رب لا تذرهم فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرهم فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرهم فردا وأنت خير الوارثين. اللهم عجل لها بالفرج. وكل من كانت تعاني من عدم الإجاب وتأخر الإجاب، أسألك اللهم يا رب، وقد أسعدتنا بصيام رمضان وأسعدتنا بالإفطار، وقال نبيك المصطفى للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. وخيراتك يا مولانا كثيرة تسعد قلوبنا وتبهج صدورنا. اللهم يا رب كل من تعذر عليهم الإجاب، أسألك اللهم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل لعله ساعة إجابة، اللهم بشر الجميع بالحمل القريب. اللهم إن أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. ربي لا تذرهم فردا وأنت خير الوارثين. ارزقهم يا ربي الذكور والإناث، وارزقهم التوأم ذكورا وإناث، يكون جميعهم زينة خير في الإسلام، ويكون من أهل العلم والفضل والإحسان. اللهم يا رب العالمين، كل من عنده حاجة في قلبه وضميره عجل له بالفرج. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله. ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.